بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطلاب، السنوات التحضيرية جامعة الملك خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today إن شاء الله we'll talk about the urinary system، نبذة صغيرة جدا على الجهاز البولي. A urinary system، الأول نعرف ال excretory substances، إيه هي المواد الإخراجية. The function of the excretory system، وظيفة الجهاز الإخراجي is to remove the unwanted substances from the body. إنه يتخلص مواد غير مرغوب فيها اللي بيسموها الواستس الماتيريال المادة الإخراجية من الجسم. المواد الإخراجية أول حاجة طبعا nitrogenous end product اللي هي المواد الإخراجية النيتروجينية، نواتج الأيض اللي نيتروجينية زي الأمونيا، ودي طبعا بتيجي نتيجة الدي أمينيشن للأمينو أسيد، يعني لما تخلص من مجموعة الأمين الموجودة في الأمينو أسيد بتتكون الأمونيا. والدي أمينيشن لها الأمينو أسيد ده نتيجة برضو بعض الكاتابوليزم اللي بيحصل في الخلية، يتكون الأمونيا بتبقى very toxic highly toxic material. بيحصل لها انها بيحصل لها detoxification في الليفر طبعا عن طريق تكوين اليوريا زي ما خدنا قبل كده في الفانكشن اوف ذا ليفر، جزئين من الامونيا مع جزء ثاني اكسيد الكربون يتكون على طول في نصهم كده يتكون اليوريا بتبقى less toxic than الامونيا about 100%. النقطة التانية او اللي بيتكون برضو اللي هو اليوريك اسيد، ده كلها منتجات فيها فيها نيتروجين مشترك مع بعضها، يعني فيها نيتروجين. واليوريك اسيد ده بيجي من تكسير النيوكليك اسيد ويتكون اليوريك اسيد، وده طبعا لو زاد عن 7 ملي ده يبقى عندك يبقى فيه الجوت اللي هو مرض النقرس. ناتج برضو من تكسير الكرياتين المادة البروتينية الموجودة في الماسلز مثلا يطلع لك الكرياتينين، وده مستواه من 1 إلى 1.3 أو 1.4 ملي جرام للبلد، وبالتالي لكل 100 متر من البلد، وبالتالي برضو ده مادة مفروض انها يحصل لها كليرانس، يحصل له اكسكريشن من البلد، وده برضو نيتروجينوس برودكت. Other excretory substances، المواد الأخرى اللي هي غير نيتروجينية زي البيجمنت البايل بيجمنت الخارجة من البايل ونتيجة تكسير الـ RBCs، البيريوبين زي ده يعني، الكربون دوكسيد نتيجة الـ cellular respiration وتكسير المواد العضوية والحصول على الطاقة يطلع ثاني أكسيد الكربون، في أيونز زي الصولت الصوديوم بوتاسيوم كالسيوم مغنيسيوم أند أذر، في ووتر طبعا الموجود طبعا لو قل أو زاد بيأثر على البلاد بريشر هو والسوليوتس الأملاح الموجودة، وبالتالي لازم تتخلص من الوتر والسوليوتس علشان تقدر تحافظ على البلاد بريشر. كل ده مواد أخرى إخراجية. الأعضاء الموجودة في جهاز البولي طبعا الكيدني المين أورجن، واليوريثر الحالبين من كل كلية، واليورين بلادر الستورينج بالون بالونه متخزن الاكسكريتوري سبستانس، وبعد كده اليوريثرا اللي هو مجرى البول اللي هو كاستينج اوت ذا بودي. كيدنيز ار برايمري اورجانز، الاعضاء الاساسيه في اليورينال سيستم اند اوف اكسكريشن، وفي عمليه الاخراج ده كونكيف سايد في ناحيه الكونكيف ده الشكل الداخلي اللي جوه ده يبقى هاز ديبريشن انخفاض للداخل بيسموه الهيليوم او زي السرة او الجزء الداخلي ده. Where the renal artery enters and renal vein end او exit يعني يبقى يدخل فيه هنا الرينال artery وفيه الرينال vein. الرينال artery داخل البلاد المحمل بالمواد المواد السامة، والرينال artery ياخد الدم بعد ما يحصل له عملية كليرنج او كليرنس يعني تنظيف يعني. يطلع من الكيدني برضو اللي هو اليوريترز الحالب، وده اكستين اكزيت فروم ذا كيدني.
اليورين بلادر ده جرادولي اكسباندس از يورين انتر، وتتمدد كل ما البول يدخل فيها، وهولدس اباوت 600 مللي من البول، حوالي يعني بيقولوا انه اقصى كميه فيها 200 600، لكن هي النورمال بتاعها بتبقى حوالي 250 مللي. اليوريثرا اكستند فروم يورين بلادر تو ان اكستيريور اوبننج، تفتح طبعا في الخارج عن طريق الايه الفتحه الخارجيه، وده مجرى البول. يبقى ده الكدني اللي هي بروديوس اليورين الاساسيه، وده تو يوريترز اللي هو ترانسبورت اليورين فروم ذا كيدني تو ذا يورين بلادر ويتش ستور اليورين، واليوريثرا اللي هو مجرى البول باسز اليورين تو اوتسايد ذا بودي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.